رمضان كريم، كيفكم يا حلوين؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله كلكم بخير. اليوم رح نعمل معمول للعيد وبطريقة كتير سهلة وسريعة وبأبسط المكونات وبس بأربع مكونات، وتابعوا معنا الفيديو للآخر. هلأ رح نضيف معجون التمر ورح نضيف عليه معلقة صغيرة من الهيل ومعلقة صغيرة من القرفة، وبدنا نضيف نقطتين من زيت الزيتون، وهلأ رح نعجنهم كتير منيح مع بعض. كورت التمر بهاي الطريقة، وهلأ دور انه نحضر للعجينة. رح نحتاج كاستين طحين، لازم يكونوا منفولين، ورح نضيف هلأ 4 معالق سكر بودرة، لازم برضو ننخلهم، 4 معالق كبار يكونوا. وهلأ رح نضيف 200 جرام من الزبدة، لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. وهلأ رح نضيف 4 حبات من الجبنة الكريمي، لازم تكون برضو بدرجة حرارة الغرفة، ما لازم تكون باردة. وهلأ رح نعجن العجينة مع بعض، نعجنها كتير كويس عبين ما تتشكل عنا عجينة متماسكة تماما. وهيك صار العجينة شكلها بعد ما عجناها كتير منيح. وهلأ رح ناخد جزء من العجينة، نفتحها هيك بهاي الطريقة، بنفردها ونحط من التمر ونسكرها ونكورها. بتعملوا كل الكمية، هي تقريبا بتعمل 50 حبة، وبطلع كتير طيب وزاكي. هلأ بدنا نحطها بالفرن على درجة حرارة 180 من 7 لـ10 دقائق من تحت. وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الطعم ولا اروع. بنصحكم كتير انكم تجربوه، وما تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك وشير. شكراً.